بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، إخوة الإسلام في كل مكان، فمن رحاب بيت الله الحرام وفي مطلع هذا العام الهجري الجديد سنة 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الليلة الشريفة المباركة، ليلة الجمعة في شهر الله المحرم لهذا العام، ينعقد هذا المجلس الذي يأتي تباعا في انتظام دروسنا ومجالسنا في كتاب تهذيب السيرة النبوية، الذي اختصر فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى جملا موجزة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله، وصدر بها كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وقد امتد بنا الحديث في مجالس مضت في فصول من هذا الكتاب، مغتنمين بركة هذه الليلة، مستكثرين فيها من صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نرجو بذلك أن نكون أوفر حظاً بالصلاة والسلام عليه في هذه الليلة الشريفة، ونحن نقلب صفحات من سيرته وشمائله عليه الصلاة والسلام. صل عليه إذا سمعت باسمه تجد الصلاة على لسانك ريا. صلوات ربي والسلام على الذي قد طاب ميتاً في الوجود وحيا، صلى الله عليه وسلم. شرعنا ليلة الجمعة الماضية في فصل جعل فيه المصنف رحمه الله الحديث عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى منها جملة مباركة طيبة. وقد قال رحمه الله في صدر هذا الفصل: وأما المعجزات غير القرآن فلا يمكن حصرها أبدا، يعني لكثرتها. قال: لأنها كثيرة جدا ومتجددة متزايدة، ولكن أذكر منها أمثلة. وقف بنا الحديث عند قوله رحمه الله: وبأن هذه الأمة ستفترق، وبأنه سيكون بينهم قتال. نواصل في مجلسنا علنا أن نتم هذا الفصل في ذكر معجزات رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: وبأن هذه الأمة ستفترق، وبأنه سيكون بينهم قتال، وبأنه ستخرج نار من أرض الحجاز وأشباه هذا، فوقعت كلها كما أخبر صلى الله عليه وسلم واضحة جلية. قال رحمه الله: وبأنه ستخرج نار من أرض الحجاز. المذكور في هذه النبوءة ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وخرجه الشيخان في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وبصرى موضع بالشام. وقد ظهرت هذه النار منتصف القرن السابع الهجري كما قال أهل العلم، وبالتحديد سنة 54 و600، كانت ناراً عظيمة، أفاض العلماء رحمة الله عليهم ممن عاصر ظهورها ومن بعدهم في وصفها وبيان عظمتها. ومن ذلك قول الإمام النووي رحمه الله، وهو حديث عهد بذلك الزمان، قال: خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت ناراً عظيمة جداً من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة. تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. هكذا قال رحمه الله في شرحه على الحديث في صحيح مسلم. ونقل الإمام ابن كثير رحمه الله أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرى، وهي موضع بالشام، شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز طبق ما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر القرطبي رحمه الله أيضا ظهور هذه النار، وأفاض في وصفها في كتابه التذكرة، وذكر أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى على بعد ما بين هاتين
البلدتين عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على الحديث: والذي ظهر لي أن النار المذكورة، يعني في الحديث، هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره. فكانت هذه من أعظم الآيات التي ظهرت وصدقت بها نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فوقعت، وأشباه هذا، فوقعت كلها كما أخبر صلى الله عليه وسلم واضحة جلية. يقصد هذه الجملة وما سبقها من نبوءات تقدم في ليلة الجمعة الماضية أنها لون من المعجزات وأحد أنواعها، وهي الإخبار بالمغيبات التي أطنعه الله تعالى عليها، فهي آية نبوة، لأنه لا سبيل لأحد من البشر للاطلاع على شيء من علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه إلا بوحي من الله. والوحي آية من آيات النبوة، كما قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فوقعت واضحة جلية، يعني هذه الجملة وما سبق بأنه سيقع كذا، أخبر عمارا أنه سيموت وتقتله الفئة الباغية، وأن طائفة من الأمة لا تزال على الحق، وأن الناس تكثر والأنصار تقل، وأنهم يلقون بعده أثرا، إلى آخر ما ذكر مما تقدم ليلة الجمعة الماضية. وقال لثابت بن قيس: تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فعاش حميدا واستشهد باليمامة. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفوه الفصيح البليغ، إذا قدمت الوفود إلى المدينة وفيهم شاعرها وخطيبها، أتى النبي عليه الصلاة والسلام بشاعره حسان بن أبي ثابت، وأتى بخطيبه ثابت بن قيس بن أبي شماس. في الحديث الذي أشار إليه المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: تعيش حميدا وتقتل شهيدا. لما قال له: يا ثابت، ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب، يعني أنه كان في حرب اليمامة. الحديث ضعيف، أخرجه الطبراني في الأوسط، وابن المبارك في الجهاد، وابن حبان في صحيحه، واللفظ له، وهو مما ضعفه أهل العلم بسبب تفرد يحيى بن حمزة عن الأوزاعي في رواية الحديث، وهو ضعيف عندهم. وقال لعثمان: تصيبه بلوى شديدة. وقال لعثمان، يعني الخليفة ذي النورين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قال له: تصيبه بلوى شديدة. البلوى الشديدة الفتنة التي قتل فيها شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، ولا شك أنها بلوى عظيمة، أن يقتل وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، وأن يعتدي عليه البغاة في جوف داره، ويتسلقون عليه جداره، ثم يهجمون عليه ويهدرون دمه رضي الله عنه وأرضاه، وهو في ذلك كله صابر محتسب، بل صائم، نشر المصحف يقرأ القرآن رضي الله عنه وأرضاه، فهو شهيد الدار. فهي بلوى شديدة ولا شك، من وجوه عدة: حصاره ومقتله، صبره واحتسابه، والفتنة التي عمت. وقال رسولنا عليه الصلاة والسلام هذه الجملة في حق أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه في حديث طويل أخرجه البخاري في الصحيح، لما قال أبو هريرة رضي الله عنه إنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في حاجته فتوضأ، قال: فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس، وتوسط قلها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ قال: أبو بكر. فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، والمقصود بالقف فم البئر وفتحته التي تكون في أعلاه.
فكان معه على القف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. قال: فقلت: إن يرد الله بفلان خير، والحديث يرويه أبو موسى الأشعري، قال: فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، يعني لما سمع من البشارة بالجنة التي فتحت أبوابها تلك الساعة. فقال: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت: من هذا؟ قال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فجئت فدخلت فقلت: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، يريد أخاه أيضا. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ قال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وهذا موضع الشاهد في الحديث. قال: فجئت فقلت له: أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك بن عبد الله: قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم، يعني أنهم تراصوا على قدر قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابرهم التي دفنوا فيها. فدفن أبو بكر وعمر الصاحبان الخليفتان الوزيران رضي الله عنهما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجرته، واستشهد عثمان رضي الله عنه فدفن بعيدا في مقبرة البقيع. لما جلس وجاههم قال سعيد بن المسيب: فأولت الحادثة، يعني بأنها كانت تأويلا على مواضع قبورهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، وصلى الله على نبينا وسلم. وقال: في رجل من المسلمين يقاتل قتالا شديدا وإنه من أهل النار، فقتل نفسه. وهذا لا يزال في حديث المصنف رحمه الله عرض لبعض الشواهد التي هي من جنس المعجزات والآيات، بأن يخبر عليه الصلاة والسلام بأمور تقع بعد مماته فتقع كما أخبر. فمن الذي أخبره ومن الذي أنبأه بعلم الغيب إلا الوحي من الله؟ إذن هي فآية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. يشير في هذه الجملة إلى حديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطي، وبعض أسانيده رجالها رجال الصحيح كما يقول بعض المحدثين. والقصة فيها أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كما يروي أبو هريرة رضي الله عنه، فقال لرجل معه: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل أشد القتال حتى أثقلته الجراحات، يعني من شدة ما لقي في ذلك اليوم من الطعن والضرب وهو يبلي بلاء حسنا في القتال. قال: أثقلته الجراحات، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، هذا الذي زعمت أنه من أهل النار قاتل قتالا شديدا. فقال: أما إنه على ذلك من أهل النار. قال: فلما آلمته الجراحات اشتدت عليه نال الكنانة وأخرج سهما فانتحر به. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد صدق الله قولك، فوالذي قد صدق الله قولك أن الذي أخبرتنا أنه من أهل النار أخرج من كنانته سهما فانتحر به. فأمر بلالا ينادي في الناس: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فهي من جملة نبوآته عليه الصلاة والسلام. وجاءه وابصة بن معبد يسأله عن البر والإثم، فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ وهذا موضع الشاهد، أخبره عليه الصلاة والسلام بما جاء لأجله قبل أن يتكلم، فحدثه
بما زور في نفسه من مسألة قدم لأجلها. قال وابصة رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم يا رسول الله. فأخبره بالحديث الذي أخرجه بعض أصحاب السنن. فهذه نبوءة أيضا يخبر فيها صلى الله عليه وسلم بأمر هو من علم الغيب، حديث النفس لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل ومن أطلعه الله تعالى عليه، ولا يكون ذلك إلا للأنبياء والرسل بالوحي عليهم السلام. وقال لعلي والزبير والمقداد: اذهبوا إلى روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب. فوجدوها فأنكرته ثم أخرجته من عقاصها. قال لعلي والزبير والمقداد، هؤلاء ثلاثة من خيرة فرسان الصحابة، فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: اذهبوا إلى روضة خاخ. الروضة المكان الذي يجتمع فيه الماء كالغدير في المكان العام الفلات والصحراء والأرض المنقطعة، وخاخ اسم المكان بين مكة والمدينة، فدلهم على موضع بعينه وحدد له تحديدا دقيقا. قال: فإن بها ضعينة، الضعينة هي المرأة التي تركب البعير مسافرة تسمى ضعينة. قال: فإن بها ضعينة معها كتاب. والقصة طويلة أخرجها الشيخان، وفيها حديث قصة فتح مكة وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه علي رضي الله عنه، لما قال: بعثني أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة فقلنا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. أنكرت. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني يجردونها من ملابسها، وما كانوا ليفعلوا ذلك، لكنه تهديد يحملها على الاعتراف لما استقر في قلوبهم من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبها، فهذا لا مجال فيه، فعندهم يقين بصدقه بالذي أخبرهم به عليه الصلاة والسلام، ويقين بأنها كاذبة في دعواها، فهددوها تهديدا يحملها على الاعتراف لا لظن أو احتمال، بل لقطع ويقين جازم، لأن الكلام كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما قالوا لها ذلك قال: فأخرجته من عقاصها، وهو عقاص الشعر، يعني لفته في ظفيرتها لئلا يرى. قال: فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما في الحديث. لما أتى به عليه الصلاة والسلام قال: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. ولما قال عمر رضي الله عنه بحزم: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: إنه قد شهد بدرا وما يدريك، لعل الله اطلع على من شهد بدرا، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآية. فهي من أعظم النبوآت التي وقعت في هذه الحادثة، وأشار إليها المصنف رحمه الله اختصارا. وقال لأبي هريرة حين سرق الشيطان التمر: إنه سيعود. فعاد. قصة أبي هريرة رضي الله عنه قصة طريفة أخرجها البخاري في صحيحه، وفيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، يعني صدقة الفطر، قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، يعني يسلب منه ويسرقه. قال: فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ وهو لم يخبره. فقال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود.
قال فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولن أعود. هذه الثانية، قال فرحمته وخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، فقال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاث مرات تزعم فيها أنك لا تعود ثم تعود. قال دعني وسوف أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال وما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. وهذه الجملة عجيبة في سياق الحديث، كان الصحابة أحرص شيء على الخير، يعني عندهم الدلالة على الخير والمسألة من العلم والباب الذي يقربهم إلى الله ويزيد في أجرهم وثوابهم، كانوا أشد شيء حرصا عليه، وبالتالي فكل شيء يقابله لا يقاومه عندهم في حساباتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أتعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذلك الشيطان. ولم يكن يعلم رضي الله عنه أن محدثه في تلك الليالي الذي أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بشأنه كان شيطانا. فهذه أيضا من المعجزات التي فيها إخبار بأمر هو غيب بالنسبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه ما حضره، وغيب من باب إخباره باليوم التالي أنه سيعود فأخبره بأمر لم يحضره، وأخبره بأمر سيقع في اليوم التالي فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وقال لأزواجه أطولكن يدا أسرعكن لحاقا بي، فكان كذلك فماتت أولهن بعده عليه الصلاة والسلام، وهي زوجه في الدنيا وفي الآخرة، يريد أطول أيدي أزواجه في الصدقة وفعل الخير، هي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، المسماه بأم المساكين، كانت معطاء كثيرة الصدقة والبذل والجود رضي الله عنها وأرضاها. قال أطولكن يدا أسرعكن لحاقا بي، فكانت أولى زوجاته عليه الصلاة والسلام موتا بعده فلحقت به. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها إنهن فهمن الحديث على ظاهره، فكنا يضعن أذرعهن على الجدار يقسنها أيتهن أطول، فلما ماتت أدركوا أن المقصود هنا المعنى المجازي المعنوي وليس الحسي الحقيقي. أسرع أطول كن يدا أسرع كن لحاقا بي، والحديث في صحيح مسلم. وقال لعبد الله بن سلام أنت على الإسلام حتى تموت. قال لعبد الله بن سلام وهو أحد أحبار يهود أسلم وحسن إسلامه، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام ببشارة ثباته على الإسلام وأنه يكون كذلك حتى يموت، فكان كما وصف وكما أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثبته الله على الدين فكان أحد أعمدة الإسلام على خير عظيم. يقول عبد الله بن سلام رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل ليصعد عليه فقلت لا أستطيع، فجاءني منصف. قال ابن عون الوصيف هو الوصيف. قال فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. قال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت، رضي الله عنه وأرضاه.
ودعا صلى الله عليه وسلم لأنس بأن يكثر ماله وولده ويطول عمره، فكان كذلك، عاش فوق 100 سنة، ولم يكن أحد من الأنصار أكثر مالا منه، ودفن من أولاده الذكور لصلبه 120 ابنا قبل قدوم الحجاج سوى غيرهم، وهذا مصرح به في صحيح البخاري وغيره. هذه من النبوءات العجيبة. أنس رضي الله عنه صحابي صغير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وتشرف بخدمته كما تقدم في غير ما مجلس. الحديث في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة الحديث، وفيه قصة سيأتي ذكرها بعد قليل. إلا أن أنس رضي الله عنه كان من خيرة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحبه النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا له بكثرة ماله وولده وأن تحل فيه البركة، فكان أطول الصحابة عمرا رضي الله عنه، عاش فوق 100 سنة، لم يكن أحد من الأنصار أكثر منه مالا، دفن من أولاده الذكور لصلبه 120 ابنا، من أولاده الذكور لصلبه، يعني ليسوا أولاد بنت ولا أولاد ابن، بل هم أولاده لصلبه مباشرة، وهذا دلالة على كثرتهم. وعمر فتجاوز 100 سنة وأولاده تجاوزوا 100 ولد. قال: وهذا في الصحيح، ويريد به ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في شأن قصة أنس رضي الله عنه وأرضاه. ودعا صلى الله عليه وسلم أن يعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل، فأعزه الله بعمر رضي الله عنه. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن أبي ربيعة. الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه أبو نعيم أيضا في الإمامة عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر أو أبي جهل، عمر أو أبي جهل. وفي لفظ آخر أخرجه الترمذي وأحمد وحسنه الزركشي: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر. والحديث عند الترمذي أيضا وصححه الألباني: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جاء عند ابن حبان في صحيحه بلفظ عن عائشة: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. وكذلك أخرجه ابن عدي في الكامل، وإن كان مضعفا بهذا اللفظ بذكر عمر بن الخطاب خاصة، لكني أردت عرض الألفاظ التي جاء به الحديث. دعا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام بمكة، فكانت النبوءة أن الله أكرمه فأيده بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان جندا من جند الله، قويا في الحق صلبا، لا يخاف في الله لومة لائم، قوي الشوكة شديد الثبات، أعز الله به الإسلام وثبته على الدين. ودعا على سراقة ابن مالك فارتطمت به فرسه في جلد من الأرض وساخت قوائمها فيها، فناداه بالأمان وسأله الدعاء له. مضى هذا ليلة الجمعة الماضية عند الحديث عن قصة الهجرة من مكة إلى المدينة، وما رصدته قريش لمن يصيب أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأن الناس اشتدوا في الطلب، وأن البحث قد نشط في اللحاق بهم، ولم يصبهم أحد من الأعين والمتربصين سوى سراقة بن مالك. فلما أقبل بفرسه وقد وجل أبو بكر رضي الله عنه خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بفرس سراقة بن مالك تسيخ قوائمها في الأرض، يعني تغوص وكأنما تغرق في وحل من الطين، فارتطمت به فرسه في جلد من الأرض، يعني لم تكن أرضا سبخة أو طينا أو وحلا، وساخت قوائمها فيها، فناداه بالأمان وسأله الدعاء، يعني سراقة، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يرد أعين الناس عنهم، فكان له ذلك. وفي غير البخاري في تفصيل فيه مزيد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بأن
يلبس سواري كسرى. فلما فتحت زمن الخليفة عمر رضي الله عنه أتى به فألبسه سواري كسرى تحقيقا لنبوءة ووعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودعا لعلي أن يذهب الله عنه الحر والبرد فلم يكن يجد حرا ولا بردا. الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه وهو صحيح لغيره، وأخرجه أحمد في مسنده وإسناده حسن. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول كان أبي يسمر مع علي رضي الله عنه، فكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، والمراد أن لبس ثياب الشتاء في الصيف يزيد الإنسان حرا مع حر الصيف، ولبس ثياب الصيف في الشتاء لا يرد البرد، ولا يفعل هذا إلا من لا يجد للحر والبرد ألما. فلما وجده كذلك قيل له لو سألته، قال فسأله فقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد يوم خيبر، فقلت يا رسول الله إني رمد، فتفل في عيني وقال اللهم أذهب عنه الحر والبرد، فما وجدت حرا ولا بردا بعد. وقال لأبعثن رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ليس بفرار. قال فتشرف لها الناس فبعث عليا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته لعلي رضي الله عنه التي استجيبت، فكان على النحو الذي سمعتم من ما أذهب الله عنه حر الصيف وبرد الشتاء فلم يكن يجد حرا ولا بردا. ودعا لحذيفة ليلة بعثه يأتي بخبر الأحزاب ألا يجد بردا فلم يجده حتى رجع. شرع المصنف كما ترون في ذكر الدعوات المستجابات لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من جنس المعجزات والآيات، الدعوات المستجابة آية. فإذا الإخبار بالنبوءة المستقبلة آية، والإخبار بالغيب الماضي آية، والدعوات المستجابات المتحققات في الحين أو فيما بعد بسنين كل ذلك آية. أما رأيت كيف دعا أن يؤيد الله الإسلام بعمر فأسلم، أن يدعو على سراقة فارتطمت قوائم فرسه وساخت في الأرض، ودعا لعلي أن يذهب الله عنه الحر والبرد. هنا قال دعا لحذيفة رضي الله عنه ليلة بعثه يأتي بخبر الأحزاب، يعني يوم غزوة الخندق. في صحيح مسلم قال إبراهيم التيمي عن أبيه كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب. أراد حذيفة الآن أن يخبر هذا المتكلم بخبر من أجل أن يتأنى في حديثه ويتروى ولا تأخذه الحماسة. يعني لما قال لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه وأبليت، فكانه يقول يا رجل على رسلك، الأمر ابتلاء، الأمر مشقة، يعني لا تظن أن الصحابة شرفوا بذلك الشرف والاصطفاء بأمر فراغ ويسير، لا، بل كانوا من أشد الأمة وأعظمهم ابتلاء، ولا يعظم العطاء إلا مع عظم قدر البلاء. فقال له أنت تقول ذلك وأنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، يعني برد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال فسكتنا. هذا موضع الشاهد، يقول هذه دعوة فيها بشارة بالجنة وبصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من شدة ما كان قد أصابهم من برد ومن خوف ومن رعب ومن حضور قتال وجوع شديد اجتمع على الناس يوم الخندق مع الجهد الذي أصابهم بحفر الخندق أياما متتابعة، قال فلم يجبه أحد. ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ سكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثلاث مرات. أنت متخيل هذا؟
كأنه يقول للرجل المتكلم لما قال لو أدركت رسول الله لقاتلت معه وأبليت، قال له لو شهدت موقفا واحدا مثل هذا لغيرت كلامك. الأمر ليس كما تظن، هذه 3 مرات، من ذا الذي يتنازل؟ لكن الأمر كان أشد ابتلاء وأصعب مما يتصور هذا المتكلم. في 3 لما قال فلم يجبه منا أحد، فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، يعني لا ترعبهم ولا تفزعهم حتى يقوموا وينتبهوا إلينا، فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي، قال ولو رميته لأصبته، فرجعت أنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت، قررت يعني برد أصابني البرد، قال فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، يعني يتدفأ بها، قال فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال قم يا نومان، والمراد به ما أصابه ذلك اليوم. والحديث أيضا شاهد على دعوة مستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعا لابن عباس أن يفقهه الله في الدين، فكان كذلك لما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك يعني. وإذا بابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر الأمة وعالمها، كان الناس في موسم الحج إذا أتوا مكة ألوفا مؤلفة يأتون دار ابن عباس رضي الله عنهما، فيقف مولاه بالباب فيقول من يريد القرآن يدخل، فيدخل الناس أفواجا أفواجا الذين يريدون القرآن والسؤال فيه والقراءة، ثم يقول من يريد التفسير فليدخل، من يريد السؤال في كذا فليدخل، فيعدد أنواع العلوم، والناس يدخلون أفواجا ويخرجون أفواجا، فكأنما يغرفون من بحر لا تكدره الدلاء. فكان كذلك كما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل رضي الله عنه وأرضاه. ودعا على عتبة بن أبي لهب أن يسلق الله عليه كلبا من كلابه، فقتله الأسد بالزرقاء. عتبة ابن أبي لهب، ولعل المراد عتيبة ابن أبي لهب الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عتبة بن أبي لهب أسلم عام الفتح، أما أخوه عتيبة فهو الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله الأسد، لأن الكلاب أو الأسود عموما من فصيلة واحدة، قال سلط عليه كلبا وهي فصيلة واحدة، فقتله الأسد لما هجم عليه، فقتله وأصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودعا بنزول المطر حين سألوه ذلك لقحط المطر، ولم يكن في السماء قزعة، فثار سحاب أمثال الجبال ومطروا إلى الجمعة الأخرى حتى سألوه برفعه، فدعا فارتفع وخرجوا يمشون في الشمس. في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يوم الجمعة يخطب، دخل أعرابي فقال يا رسول الله انقطع عنا المطر وهلكت الأموال وانقطعت بنا السبل، فادعوا الله يغيثنا من شدة ما أصابه من القحط. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو على المنبر فدعا، قال أنس فلا والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، قال فإذا بغمامة أقبلت من وراء سلع، جبل سلع قريب من مسجده عليه الصلاة والسلام، فأقبلت فأمطرت مطرا شديدا، واستمر المطر يمطر المدينة أسبوعا. قال فلما كان في الجمعة المقبلة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على المنبر، دخل الرجل ذاته فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يرفعه عنا، يعني يكفينا المطر. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، قال فتوقف المطر. هذه نبوءة عظيمة ودعوات مستجابة في الحين من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودعا لأبي طلحة وامرأته أم سليم
أن يبارك الله لهما في ليلتهما، فكان كذلك. فحملت فولدت عبد الله، فكان من أولاده 9 كلهم علماء. هذا موقف عجيب من مواقف آل بيت أم طلحة، أم سليم وأبي طلحة زوجها. هذا البيت المبارك المتشرف بخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وابنهم أنس هو خادمه المقرب الملازم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. مر بكم قبيل قليل دعوته عليه الصلاة والسلام لأنس. هذا البيت المبارك أصاب دعوات مباركات من رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرت بكم دعواته أنس رضي الله عنه. أما أمه أم سليم وزوجها أبو طلحة فلهم شأن عظيم عجيب والله، والحديث في الصحيح عن أنس رضي الله عنه. واسمع كيف جاءت القصة التي حصلت بها هذه الدعوة الميمونة المباركة. قال أنس: ما تبن لأبي طلحة من أم سليم، لأن أبا طلحة ليس والد أنس بل هو زوج أمه. فقال: ما تبن لأبي طلحة من أم سليم، يعني هو أخو أنس لأمه. فقالت لأهلها، يعني أم سليم أم أنس، قالت لأهل البيت: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، يعني لا تخبروه بخبر موت الابن. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، قال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها، يعني جامعها. فلما رأت أنه قد شبع من الطعام وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. والقصة فيها عقل أم سليم وحلمها ورجاحة عقلها ورأيها وسداد، رزان وحصان وحصافة في العقل وسداد، صنعت كل ذلك. فلما انطلق أبو طلحة وقد وقع منه الخبر موقعه من الألم وما يصيب النفس الأب من فقد الولد، قال: أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بما كان، فقال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، يعني في الليلة الماضية. قال: فحملت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، يعني لا يدخل فجأة. فدنوا من المدينة فضربها المخاض، يعني أم سليم، يعني أتاها وقت الولادة، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة، يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. يعني كان يحزنه أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ويتقدمه ويتأخر عنه أبو طلحة لأجل ما أصاب زوجه أم سليم من المخاض، لكن الله أذهب عنها ألم المخاض. قالت: انطلق. فانطلقنا، قال: وضربها المخاض حين قدما، يعني المدينة، فولدت غلاما. قالت لأمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصادفته ومعه ميسم، الحديدة التي يجعلون فيها الوسم، يعني العلامة التي يجعلونها بعد الكي على النار على ظهور الدواب، يميز كل ماشيته إبلا وغنما ونحوها. فلما رآني قال: لعل أم سليم ولدت؟ قلت: نعم. قال: فوضع الميسم وجئت به، فوضعت الغلام في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه، يعني مضغها، حتى ذابت، ثم قذفها في في الصبي، فجعل الصبي يتلمضها، يعني يتطعم أو يستطعم التمرة التي مضغها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في فمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمرة، يعني كيف أن الصبي هذا الأنصاري منذ طفولته يستطعم التمرة. فقال: انظروا إلى حب الأنصار التمرة. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله. وفي رواية البخاري قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد
كلهم قد قرأ القرآن. هذا بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرامة لأبي طلحة ولزوجه أم سليم، حيث استجاب الله الدعوات ورزقوا هذه البركات. وهذا كما كان يفعله الصحابة، يأتون بأولادهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحنكه بعد ولادته. قيل لابن المذكور هو أبو عمير الذي كان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ممازحا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ 9 ولد كما ذكر هنا في الحديث، الأولاد هؤلاء الذين رزقوا بهم، كما ذكر علي بن المديني من أسماء أولاد عبد الله بن أبي طلحة ممن حمل العلم وقرأ القرآن: إسحاق وإسماعيل ويعقوب وعمير وعمر ومحمد وعبد الله وزيد والقاسم. 9 من الولد قال كلهم كانوا يقرؤون القرآن، يعني استجاب الله عز وجل الدعوة فبلغوا ذلك المبلغ العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ودعا لأم أبي هريرة رضي الله عنه بالهداية، فذهب أبو هريرة فوجدها تغتسل وقد أسلمت. الحديث في صحيح مسلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، يعني ليس بمغلق وهو قريب من الإغلاق، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته أنا أبكي من الفرح، قلت: يا رسول الله، فقلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. قال: فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. قال: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. الحديث أخرجه مسلم. فوالله إنا نشهدك على حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم وحب أبي هريرة رضي الله عنه وسائر صحابة نبيك أجمعين رضي الله عنه. ودعا لأم قيس بنت محصن أخت عكاشة بطول العمر: فلم نعلم امرأة عمرت ما عمرت. رواه النسائي في باب غسل الميت. أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهم جميعا. الحديث أخرجه الأئمة أحمد والنسائي. قالت أم قيس: توفي ابن لي فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها، يعني قولها: لا تغسل ابني بالماء البارد. فقال له ذلك من شدة ما أصابها، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد تطيب خاطرها فبشرها بهذه البشارة. لما أخبر بقولها تبسم فقال: ما قالت طال عمرها. هذه كانت هي الدعوة، قال: ما قالت طال عمرها. فكان طول عمرها استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما عند النسائي: فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت رضي الله عنها بإجابة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورمى الكفار يوم حنين بقبضة من تراب وقال: شاهت الوجوه، فهزمهم الله تعالى وامتلأت أعينهم ترابا. وخرج على 100 من قريش ينتظرونه ليفعلوا به مكروها،
فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه. في غزوة حنين رمى صلى الله عليه وسلم الكفار بقبضة من تراب. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما، وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري، يعني سقط أو انفتح يسقط، قال: فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا، لما رآه مقبلا مسرعا. وسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه عداء الصحابة سريع العدو والجري الذي لا يسبقه أحد، فلما رأى حاله هيئته تلك على ذلك الوصف أدرك أنه فزع حمله على ذلك العدو الشديد والسرعة في العود والرجوع. قال: لقد رأى ابن الأكوع فزعا. قال: فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، يعني لما أقبل المشركون وكثروا حتى بلغوا موضعه عليه الصلاة والسلام واجتمعوا، نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، يعني رمى تلك القبضة من التراب عليهم وهو يقول شاهت الوجوه. قال: فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. هذه نبوءة أخرى، وهي معجزة نبوية عجيبة عظيمة، فيها أن الأمر اليسير لا يحقق ذلك الوقع العظيم إلا بتأييد من الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فكما أيده الله عز وجل يوم حنين أيده من قبل يوم بدر وفي أحد ويوم الخندق بجنود من عنده سبحانه وتعالى بملائكة تقاتل، وقد قادت الملائكة جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام، ومعهم خيار الملائكة من مقاتلة السماء، وقد فعلوا ذلك ولبسوا عتادهم وسلاحهم وأتوا يقاتلون. والله عز وجل يخبر أنه قد أرسل الملائكة تقاتل مع نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وهذا يوم أحد، ويقول سبحانه عن يوم بدر: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. والشواهد في هذا من السنة النبوية كثيرة، وقد رأى الصحابة بأم أعينهم يوم بدر طلائع وكتائب جند الملائكة الكرام عليهم السلام ممن قاتل، ورأوا أثر ذلك القتال ضربا وقتلا وإسقاطا في صرعى المشركين يوم الجهاد في هاتين الموقعتين وغيرهما. كذلك الأمر كان في حنين، قبضة من تراب، ماذا يكون حجمها من ذلك التراب وذراته التي يمكن أن تملأ بتلك الرمية من القبضة النبوية وجوه القوم وقد كانوا ألوفا مؤلفة يوم حنين. اسمع إلى قول سلمة رضي الله عنه وهو يقول: فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. واسمع إلى ذلك في سورة التوبة، والله عز وجل يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وأما الواقعة الأخرى فخروجه صلى الله عليه وسلم وهي خاتمة الفصل، خروجه على 100 من قريش ينتظرونه ليفعلوا به مكروها فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه. يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى قصة الهجرة ومبيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تآمرت قريش على قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأحاطوا بداره تلك الليلة وقد أخذوا من كل قبيلة منهم شابا جلدا فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل، وقد دبروا لذلك وخططوا. والله يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأوليائه وأهل دينه وعباده المؤمنين أعظم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كان مكر الله أعظم وأجل من مكر البشر مهما طغى وتكبر ابن آدم واعتدى. حمى الله نبيه عليه الصلاة والسلام فخرج ليلة مواعدته الصديق أبي بكر رضي الله عنه على الهجرة، وإذا بالقوم محيطين فخرج وهو عليه الصلاة والسلام يضع التراب على رؤوسهم، وكما جاء في بعض الروايات يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فلم يحرك أحد منهم ساكنا وهم يحيطون بداره، فمشى من بينهم وخرج من بينهم وأدرك أبا بكر رضي الله عنه على الموعد وانطلق في الهجرة حتى أتيا غار ثور فاختبأ فيه 3 ليال. فلما خف الرصد تابعوا المسيرة في القصة المعروفة في حادثة الهجرة وأتموا مسيرهم إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه حادثة الهجرة التي تم بها هذا الفصل في مجلس الليلة، وهي مناسبة طريفة مناسبة كريمة أن يكون آخر مجلسين الليلة حديث عن معجزة تتعلق بهجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في موافقة لطيفة ناسبت مجلسنا الليلة المنعقد في صدر هذه السنة الهجرية في رأسها، ونحن في أول ليلة من ليالي الجمعة في شهر الله المحرم 43 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تمر بنا الأعوام الهجرية عاما بعد عام، ونحن نرى في طيات الهجرة وأحداثها دروسا عظيمة وعبرا جليلة وفوائد جمة تزيد المؤمن إيمانا. تم الفصل الذي خصه المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويبقى في الكتاب فصلان هما خاتمة هذا الكتاب عسى الله أن يتم لنا ولكم بخير. وفي ختام هذا الفصل المعقود للمعجزات النبوية خاصة، هذه خلاصة ما يتعلق بالمعجزات في أمرين اثنين. أولهما أن المعجزات النبوية والدلائل التي يستدل بها على نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام غدت كما تقدم في صدر مجلس ليلة الجمعة الماضية مفردات مصنفة مستقلة تسمى بالدلائل النبوية، وهي أحد العلوم النبوية التي تفرد لها المصنفات وتبوب لها الأبواب في التآليف، وهي حرية بالتعلم والدراسة، وهي على تعددها تنقسم إلى أقسام، فمنها المعجزات الحسية ومنها المعجزات المعنوية ومنها القرآن وهو أعظمها وأجلها كما تقدم، وهو معجز من وجوه متعددة. وأما المعجزات الحسية فمنها ما وقع في زمنه عليه الصلاة والسلام وانقضى، كمثل انشقاق القمر وحادثة الإسراء والمعراج، ومثل نبع الماء من بين أصابعه وتسليم الشجر والحجر وتكليم الدواب والسباع ونحو ذلك. ومن المعجزات ما وقع في زمنه واستمر ولم يزل، ومن المعجزات مغيبات أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوعها بعد
زمنه عليه الصلاة والسلام مباشرة في زمن أصحابه، أو بعد ذلك بأزمنة بعيدة أو بقرون متطاولة، ولم يزل كل ذلك يتحقق كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ومن المعجزات إخبار بمغيبات سابقة حصلت فيما مضى، وكل ذلك جاء صدقا مطابقا لما في القرآن الكريم والوحي الذي جاء به من عند أكرم الأكرمين. ومن المعجزات والدلائل أيضا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الدعوات المستجابات التي تحققت إما في حينها مباشرة، أو أن يخبر بأمر يقع لصاحبه فيقع ولو بعد حين، كطول العمر والبركة في المال والأهل والولد ونحو ذلك. ومن المعجزات كذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بما سيكون من شأن أحداث ترشد فيها الأمة إلى مسالك النجاة والأخذ بدروب السلامة والوقاية من الفتن، فضلا عما يأتي باب غيب كبير من أحداث الآخرة والوعد والوعيد وما يكون فيها من أهوال ومراحل يوم القيامة، الحساب والصراط والجزاء والجنة والنار. كل ذلك أصناف متعددة أوجز المصنف رحمه الله تعالى منها أهمها اختصارا. أما التنويه الثاني والفائدة التي نختم بها مجلس الليلة يا كرام، فهو الحديث عن فائدة العناية بتعلم المعجزات والآيات النبوية عموما، سواء كانت معجزة أو دعاء أو إخبارا بغيب ونحو ذلك، على أصناف الآيات المتعددة آنفا، فإنها تعود بأمر عظيم. إن كانت المعجزة النبوية الحاضرة في زمنه عليه الصلاة والسلام كانت تحقق أثرها في حينه متمثلا في أمرين: إقامة الحجة على المكذب المعاند الكافر، وتثبيت الإيمان وزيادة اليقين في قلب المؤمن المصدق، فإن هذين الأمرين ما زالا يتحققان في كل معجزة وآية نبوية تتحقق اليوم وغدا وإلى يوم القيامة. فكلما تحققت نبوءة صدق بها إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنها تزيد المؤمن إيمانا وتقيم الحجة على الكافر والمخالف والمعاند. فهذا أمر يعنينا جميعا أهل الإسلام، ألا نظن أن أبواب الآيات النبوية والدلائل والمعجزات صفحة من التاريخ انقضت ومضت فيما مضى، بل هي نحتاجها اليوم. وكما زادت الصحابة إيمانا ينبغي أن تزيدنا إيمانا، وكما كانت قوة وحجة لأهل الإسلام ينبغي أن تكون كذلك إلى قيام الساعة. هذه فائدة لا بد من العناية بها وتحصيلها، فضلا عن أن المؤمن الباحث عن زيادة إيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم إنما يزداد إيمانا من هذه الأبواب المتعلقة بالأدلة والمعجزات النبوية، فإنها تزيده لنبيه صلى الله عليه وسلم إيمانا وحبا وتصديقا واستنانا بسنته ولزوما لهديه عليه الصلاة والسلام. تم الفصل بما فيه من شواهد ونصوص عديدة كثيرة طيبة مباركة، ونأتي على بقيتها ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. ما زال في جمعتكم وليلتها بقية أمة الإسلام لمزيد من استكثاركم من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاغتنموها واستكثروا منها وأقبلوا عليها. نبراس هذا الكون منبع نوره، بلغت مآثره الكريمة أنجما، لك يا رسول الله خير مكانة في قلب من صلى عليك وسلم، فيا رب صل وسلم وبارك عليه أتم صلاة وأعظم سلام يا أكرم الأكرمين. وارزقنا يا إلهي بالصلاة والسلام عليه أعلى المنازل وأرفع المراتب، وزدنا إيمانا وعلما وهدى يا حي يا قيوم. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم أهل علينا شهرنا هذا وعامنا هذا بالأمن والإيمان واليمن والسلامة والإسلام والخير والبركة والتوفيق ربنا لما تحب وترضى، واجعله يا رب هلال خير ورشد وسلامة وإيمان يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا،
واحفظنا يا ربي والمسلمين جميعا بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك يا رب من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم وفق وأيد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين لكل خير وهدى وسداد ورشاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، جازهم يا رب بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وارحم يا رب موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.